السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم بدرس جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. واليوم إن شاء الله راح نشرح فقرة 24 وهي بعنوان Common Nouns with Zero Articles، واللي معناها أسماء عامة، أي اسم عام وهذا الاسم ما ياخذ أي أداة تنكير، يعني ما أحط له لا ولا آن ولا ذي، هذا هو القصد بي. طيب شنو هي هاي الأسماء أو هي شنو هي الحالات؟ يقول الحالة الأولى go by car، يعني اني لما القى go by car الكار ما راح احط لها لا ايه ولا ان ولا ذي. شلون يجي لي السؤال بالامتحان يقول لي go by a car لو the car لو فراز، شو اختار لها؟ هاي نمط. ممكن يجيني السؤال بالامتحان تصحيح خطا يقول yesterday I went by the car، البارحة ذهبت بالسيارة، طبعا غلط الذي، ما يصير تحط الذي لأن هذا التركيب go by ما يأخذ أحيا بس. be in bed I was in the bed، غلط I was in bed، يعني ما يصير تحط هذا التركيب ويا لا ولا أن ولا ذي، غلط. انتبه زين go by car، إذا جاب لك بالامتحان sit أو look at the car عادي ممكن حط لها، بس لما تشوف go by car ما تحط لها. تبه زين على هذا الموضوع. go مثلا بالمناسبة الزمن ما له دخل، يعني إذا جاب لك بدال go gun I have gone to school تمام، بس يعني المهم عندي، بس المهم عندي هنا هو أني ما راح أستخدم لا ولا أن ولا ذي، هذا هو المهم عندي. أيضا عندي فصول السنة، فصول السنة والأشهر ما أقدر أقول لهن لا ولا أن ولا ذا، يعني ما أقدر أقول on the spring غلط، on the summer ما يصير عادي. ممكن يجي سؤال بالامتحان I will go in the summer، غلط هاي الجملة لازم تصححها تشيل الذي أو الأ أو الآن، ركز لي عليها مهمات. أيضا عندي ذني راح يبقى نويانا، طبعا البي كل حالاته is are and will، هذني كلهن ما راح ياخذن اي وحدة من ادوات الذي ولا الاي ولا الان ولا الذي، ما يصير. go in bed go to church يذهب الى الكنيسة، ما يصير اقول go to the church غلط، بس انتبهوا علي زين، انتبهوا زين علي. اذا قال لك lay down يعني يستلقي on the bed على السرير عادي، بس انتبه زين على ما موجود عندك هنا شكو بي اوكي هنا ما يصير، بس هنا عادي اذا جابنا لاي داون فركز. admire the church يعني بس هاي الحالات ذني، بس البي ان والجو تو ويا هاي الحالات، اما هاي الحالات فما لها علاقه بيها، هاي الحالات ما لك علاقه بيها. طبعا احنا راح نبقى على هذا المنوال نفس الشيء، هذن كلهن ما راح ياخذن، ها ذني كل ما راح ياخذن، يعني بي البي هي وحالاتها كليتها، بي تو سكول ما تاخذ، جو تو سكول ما تاخذ. طيب درايف past the school عادي ما له علاقة به، هل درايف وجوده يذني؟ لا ماكو، شوف هنا ماكو نفس الحالة ذني ما ياخذن. travel اذكر سؤال بالامتحان اجاني الي، احنا بوقتها كنا نمتحن يعني اتذكر والله ما المهم، بس خلينا نشوف سؤال شلون جي، جاب لنا leave by the car لو car، وقال جاب لنا سؤال which one is right ايهما صح and why explain، طبعا بسيط يعني الجواب، يعني الجواب راح يكون the right answer is by car، الجواب الصحيح هو leave by car، why because it means of transport، يعني معناها لانها وسيله من وسائل التواصل. انا كتبت هيك وطالب بوقتها درجه فعنده يعني خاف تيجي، هاي اصعب شيء يعني، ولا هي بالعاده صح الجمله 90% صح الجملة بس زين. بالله بعد ايش عندنا نفس الحالة هذني at dawn day break when the day breaks، كل هذني ما ياخذن، يعني من نشوف في الفجر عندما تشرق في الشروق ذني كلهن ما الشيء اللي يخص الوقت هذني ما ياخذن، بينما هذني ياخذن، فانت لازم تحفظ انه ذني ما ياخذن وذني ياخذن هيك. نفس الحالة ذني ايضا ذني ما ياخذن وذني ياخذن، لا والان والذي، هذني ما ياخذن وهذني ياخذن، احفظ لي اياهم مهمات كلش 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 ركز لي عليه. طيب ايضا عندنا اسماء الامراض،
الله يبعد عنكم الأمراض إن شاء الله. ذني ما يأخذن وهذني يأخذن، تحياتي لكم. ذني شوف arms in arms hand in hand، يد بيد لا سلاح باليد. ذني ما يأخذن، ذني يأخذن. يعني إذا جاك سؤال بالامتحان وقال لك hand in the hand وقال لك صحح الجملة، أنت لازم تقول له hand in hand he took her by the arm. شوف هنا لما تجيني arm in arm ما تأخذ، بس لما تجيني كلمة arm وحيدها تأخذ. فأنت احفظ هذا التركيب، ما يأخذ وهذا يأخذ. بس تحياتي إلى هنا حبايبي، ينتهي درسنا، نشوفكم بدرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.